تحت رعاية معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تم اليوم تدشين خدمة الملف الإلكتروني لمرضى الربو. هذه الخدمة تأتي انطلاقا من السعي المتواصل لتحسين جودة حياة المرضى وتطوير سبل التحول الرقمي في مجالات العلاج والمتابعة الصحية. أولت الحكومة في مملكة البحرين جل اهتمامها للرعاية الصحية وأعطتها الأولوية في برامجها التنموية من خلال تجهيزها بأعلى مستوى من التقنية الطبية، ويأتي إطلاق ملف مرضى الربو الإلكتروني ليؤكد استمرار سلسلة التطوير ذات الجودة العالية والمتكاملة. المريض الحين حسب النظام اللي احنا حاطينه انه لازم يكون عنده طبيب عائله، طبيب العائله هو يتردد عليه لاي مرض يصيبه، فمعناته انه مريض الربو في هالحاله طبيب العائله عارف انه عنده ربو وعارف انه شنو نوع الربو اللي يصيده وسببه ومدى شدته، فمعناته انه يقدر يعطيه العلاج المناسب في الوقت المناسب عشان يكون يعني يتعالج بكفاءة، ونفس الوقت إذا كان يحتاج أنه يروح حق مثلا طبيب أخصائي للتشست في المستشفيات يكون هو يحول له، وبعدين الطبيب يرد له كل يعني خطة العلاج ويطبقها على المريض بشكل مستمر، بحيث أنه يكون دائما يكون يعني في تنسيق بين طبيب العائلة والطبيب الأخصائي. تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصحية بحذافيرها مكن القطاع الصحي من التطوير في وسائل وأساليب تقديم الخدمات الصحية بهدف تسهيل تلقي الرعاية الطبية ومتابعة التاريخ الطبي للتحكم والمبادرة في علاج جميع الأمراض السارية والمزمنة غير المعدية. رؤية واضحة تبناها القطاع الصحي في المملكة ودعمها بتجهيز البنية الطبية وتطوير أنظمتها وإعداد وتأهيل الكوادر المختصة المستمر، ما أعطى مملكة البحرين مكانة عالمية مرموقة ووفر للمجتمع الأمن الصحي من خلال توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة. خطط طموحة لتطوير النظام الصحي في مملكة البحرين شملت التحول الإلكتروني بهدف تحسين حياة المرضى وتحقيق مستوى متقدم في النقلة الرقمية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. للحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيسة التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. أهلا بك دكتورة. بداية لو حدثتينا عن أهمية تخصيص يوم عالمي صادف في بداية شهر مايو اليوم العالمي لمكافحة متلازمة الربو، ما أهمية تخصيص هذا اليوم وهل تزامن إطلاق هذه المنصة الجديدة للداتابيز كما يقال يعني لمرضى الربو في المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون الربو؟ مساء الخير عليكم جميعا ويعطيكم العافيه. اهلا بك. طبعا حرصت منظمه الصحه العالميه على تبني العديد من المبادرات في اطار مكافحه الامراض وتقليل المرضى والوفيات الناجمه عنها، وياتي تخصيص يوم لمرض الربو اللي اعلنت عنه المبادره العالميه للربو بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه كاحد الايام الدوليه لشحذ الجهود تسليط الضوء على هاي المرض على كافه الاصعده الوطنيه الاقليميه والعالميه. فيأتي هاي الاحتفاء بيوم الربو لإذكاء الوعي الصحي، تعزيز الأنماط الصحية، دعم المصابين بهاي المرض وابتكار أساليب للتعايش معه والعمل بشكل عالمي على مساندتهم بالطرق المتاحة من خلال تطوير الأدوات التشخيصية، البروتوكولات العلاجية وإتاحة الموارد ودعم البحث والابتكار والاستفادة القصوى من التكنولوجيا مثل المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي والصفحة الإلكترونية اللي تم تدشينها في مراكز الرعاية الصحية الأولية. مملكة البحرين بالدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة دائما سباقة بأخذ المبادرات، وضع الاستراتيجيات الصحية، الخطط التنفيذية والدلائل الإرشادية اللي تتماشى مع آخر المستجدات العلمية، وإتاحة كافة الموارد لدعم التدخلات الوقائية والتشخيصية والعلاجية. شعار هاي العام كان متمثل في سد الثغرات لرعاية مرضى الربو، وهو داعم للجهود الرامية لإتاحة سبل التشخيص المبكر، العلاج المتكامل والحد من محفزات نوبات الإصابة بهاي المرض. تدشين الصفحة الإلكترونية يساعد طبيب العائلة على متابعة الحالة وإدارتها وتحسين إدارتها لهاي المرض من خلال التأكد من تطبيق البروتوكولات التشخيصية أولاً، التشخيص المبكر،
العلاجية، وإن كان لا يوجد علاج شافي لهذا المرض ولكن يمكن السيطرة عليه وتقليل الإصابة بالنوبات من خلال الأدوية المتوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، الأدوية اللي هو أدوية الاستنشاق، وأيضا وجود هذه الأداة الإلكترونية تساعد على مراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم مساعدة للسيطرة على المرض والتأكد من تقديم أفضل جودة للخدمات وأفضل مستوى يعني يرتقي إلى المستوى العالمي بإذن الله. دكتورة جليلة، معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة تحدث عن إمكانية وصول الطبيب العائلة في المراكز الصحية من خلال هذا البرنامج إلى الحالة المرضية للمراجع، وبالتالي صرف الأدوية والمتابعة بشكل أفضل، وأيضا في المستشفيات. هل يتم الولوج لهذا النظام من المستشفيات الحكومية أيضا أم فقط في المراكز الصحية؟ طبعا الملف الإلكتروني للمستفيد من الخدمات الصحية سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية يتيح بالإمكان لو تم إحالة لا قدر الله لوجود نوبات أو عدم القدرة على سيطرة المرض أو حالات مستعجلة أو طارئة للرعاية السنوية متمثلة في مجمع السلمانية الطبي أو في محافظة المحرق مستشفى الملك حمد الجامعي، هنالك تكامل في النظام الصحي الإلكتروني لضمان القدرة على الولوج لهذه المعلومات واستخدامها الاستخدام الأمثل فيما يصب في سلامة الفرد والمستفيد من الخدمات الصحية في مملكة البحرين. هنالك حزمة للتدخلات الأساسية الخاصة بهاي المرض. نحن مراكز الرعاية الصحية الأولية مثل ما ذكرت أخوي، مثل ما تفضل معالي الشيخ محمد وذكر أطباء العائلة المؤهلين وفق برنامج اختر طبيبك اللي يتم تطبيقه حاليا بشكل تجريبي في محافظة المحرق، وأيضا أطباء العائلة موزعين على كافة مراكز مملكة البحرين اللي يسهل الوصول إليها والاستفادة منها لمرضى الربو. أيضا مع فريق متكامل تمريضي مدرب للعناية بهذه الحالات، حزمة البروتوكولات تساهم في تقييم المرض، مرض الربو، تشخيصه، إدارته، إصداء المشورة بشأن أساليب الحياة الصحية مثل الإقلاع عن السرق، تعزيز الرعاية الذاتية، وايضا الاداره الجيده بتناول الادويه المستنشقه اللي انت مثل ما تفضلت متاحه في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه للاستمتاع بحياه نشطه وتحسين جوده الحياه اللي دائما تحرص مملكه البحرين وتضعها دائما سلامه الافراد كاولويه. شكرا جزيلا لك يا دكتوره جليله سيد جواد، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعايه الصحيه الاوليه.